شو بتقول الأفلاك لمواليد السرطان بالأسبوع الأخير من شهر نيسان أبريل 2023؟ يا عزيزي بتعتبارا من يوم الجمعة 21 بخف الضغط شوي، بترجع أنت لهدوءك ولسيطرتك على الأمور، تستريح رويدا رويدا من بلبلة عشتها ببداية الشهر. لكن على الصعيد الشخصي لازم تتروى شوي وما تعقد الأمور، يعني لازم تسهل مجرى هالأمور بدون التعليق على كل شيء أو على بعض الواجبات والمسؤوليات يلي بتفرضها على الطرف الآخر. حاول تمرر هالفترة بسلام. بيتسلط عليك الضوء بين الثلاثة 26، بين الثلاثة 25 والخميس 27. بالجو تغيير كبير بيحصل بحياتك، هالشي بسبب الكسوف يلي تم يوم الخميس 20 يلي بتضل انعكاسات وزيوله لهلأ وبتأدي ربما لانقلابات. لازم تعيد النظر بعلاقة مهنية أو شخصية، بس نشاطاتك المهنية تبدو مباركة من الفلك. ربما تقدم على عملية تجارية أو مالية تجلب لك الفوائد أمتين بين الجمعة 28 والسبت 29. هالشي بيؤدي إلى ربما الذهاب بمهمة خارج إطارك الطبيعي أو خارج البلاد.